السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنابتنا اليوم عن دارين نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عليه الصلاة والسلام من قدومه من هجرته النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. طبعا هذه الدارين اللي دار سيدنا كلثوم بن الهدم وسعد بن خيثمة. سأعرض عدة صور توضح هذا. طبعا هذا مسجد قباء كان في السابق بهذا الشكل، وهذه كانت مدرسة قباء الابتدائية، وهذا كان شارع قبة، وهذه هنا قبة. يهمنا هذه القبة وهذه المدرسة. طبعا حنشوف بعض الصور ما كانت في هذه المدرسة. القبة هذه كناية عن دار سيدنا كلثوم ابن الهدم. كلثوم ابن الهدم، هذا كلثوم ابن الهدم كان هو شيخ عمرو بن عوف أو سيد عمرو بن عوف، اللي هو أهل منطقة قباء هذه المنطقة. طبعا منطقة قباء لما سميت بهذا الاسم؟ قباء، قباء هذا بئر، فأطلقت المنطقة باسم هذا البئر فسميت قباء، واللي هي لبني عمرو بن عوف. فهنا كان دار سيدنا كلثوم بن الهدم اللي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال الوفود، وهنا كان دار سيدنا سعد بن خيثمة، نفس مكان مدرسة قباء اللي كانت تابعة في ذاك الزمان إلى وزارة المعارف، بعدين أصبحت التربية والتعليم، والآن وزارة التعليم. نأخذ صورة ثانية. هذه طبعا القبتين كناية عن بيت كلثوم بن الهدم رضي الله عنه وأرضاه. طبعا في الصورة السابقة كانت هذه القبة غير موجودة، هذه القبة اللي موجودة بهذا الشكل. شوف هنا المدخل وكذا، هنشاهدها هنا مرة ثانية. نرجع نكبر الشاشة شوية، شوفوها هنا تمام، وزيلت قبة، بقيت القبة، وزيلت قبة وبقيت القبة الثانية. نروح للصورة اللي بعدها، هذه الآن ذكرناها طبعا كناية عن دار كلثوم بن الهدم رضي الله عنه وأرضاه. هنا الآن لو تلاحظوا المسجد، البناية القديمة، وهذه المنارة. طبعا المنارة محاكية يعني بشكل قريب عن المنارة الآن الحديثة البناية، يعني ما كانت يعني بعيدة الشكل. هذه القباب طبعا كناية عن دار سيدنا كلثوم بن الهدم، وهذه ربما والله تعالى أعلم اللي هي دار سيدنا سعد بن خيثمة اللي طبعا استشهد في غزوة بدر، اللي هو وأبوه إذا تعرفوا القصة اللي ذكر من يذهب للقتال، فقال لأبوه اللي هو خيثمة رضي الله عنه لولا يعني الجنة لأثرتك. طبعا أبوه خيثمة رضي الله عنه وأرضاه استشهد في أحد، وأما سيدنا سعد فهو بدري من أهل بدر اللي ذكرنا أول داره، اللي هو نفس مكان المدرسة. حنشوف إيش صار بعد المدرسة. شوف هذه كمان صورة يعني تذكر لنا إنه هذه القباب اللي سيدنا كلثوم بن الهدم، والقباب اللي هنا لسيدنا سعد. طبعا كلها صور قديمة من العهد العثماني. هنا طبعا نفس الصورة القديمة هذيك، هنا مكان القبة اللي هي دار سيدنا سعد أصبحت مدرسة، ونشوف الآن إيش أصبح مكانها. أيوة، مكان القباب، مكان القباب اللي دار سيدنا كلثوم بن الهدم تقريبا في هذا المكان اللي هو نفس معرض مأرز الإيمان حاليا اللي جهة قبلة مسجد قباء. ومكان دار سيدنا سعد رضي الله عنه، سعد بن خيثم، هو تقريبا نفس هذه المئذنة، يعني اللي داخل للمسجد بالزاوية اللي على اليمين تقريبا هو في دار سيدنا سعد بن خيثمة، في نفس المكان، في نفس المكان اللي كان يبات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفراغ بدون شك انه قد اختلط بجسد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. الان المشروع اللي التوسعة في عهد الملك فهد تقريبا بهذا الشكل. طبعا هذه القبة محاكية انه تحت منها تقريبا كان مكان اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان، وكذلك في نفس القبة هذه في نقرتين او علامتين فوق كناية عن مكان محراب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني هذه بعض الصور لمسجد قباء. هنا طبعا قلنا خلاص هنا دار سيدنا سعد بن خيثم، ومكان اللي كانت المدرسة واللي قبله كانت القبة، وهنا تقريبا هو مكان مأرز الإيمان، مكان دار سيدنا كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه.
هنا الآن كذلك المشروع يعني يتضح عندنا اللي هو دار سيدنا كلثوم بن الهدم وقد أزيلت هذه. طبعا هذه الصورة أخذتها من بعض الحسابات من عند بعض الحبايب مثل أخوي تركي الحرقان والسيد عدنان والباحث فؤاد المغامسي، طبعا هم مهتمين كثير وغيرهم يعني من المهتمين بتاريخ المدينة المنورة. بعض من الصور لمسجد قباء حاليا، طبعا هذه نفسها اللي هو تقريبا دار سيدنا سعد بن خيثمة. هذه المئذنة هنا تقريبا تحاكي تقريبا لنفس الشكل القديم. طبعا كان معكم في هذا التغطية السريعة أحمد التركي، مهتم في تاريخ المدينة المنورة. هذه المزرعة اللي أنا فيها أو الصورة اللي فيها طبعا هي المزرعة اللي فيها بئر عذق اللي أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فأعطوه بعذق من رطبات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر رطب أمرنا، ولما سمح نجيح قال نجحنا أو نجح أمرنا، ولما أكل الرطبات سأل فقالوا له إنه هذه الرطبات من أم جرذان فدعا لها بالبركة عليه الصلاة والسلام. البئر طبعا ما زال موجود إلى الآن، فالله يبارك لي. طبعا هو الوقف لآل أبو النصر، أسأل الله أن يبارك لهم. والمنطقة هذه تسمى بمزرعة المستظل، اللي كان هناك أطم اسم المستظل من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أطم كذلك يسمى الشنيف، وكذلك هناك أطام الصياصي، أطام كثيرة كانت منتشرة لأحيحة بن الجلاح. هذا أحيحة كان زوج سلمى النجارية اللي تزوجها فيما بعد عبد المطلب، لا هاشم أبو عبد المطلب تزوجها وأنجب منها المطلب أو عبد المطلب أو شيبة الحمد. وكذلك ربما أنه تذكر المستظل لقصة استظلال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ارتفعت الشمس عند استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، حينما استقبلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في وقت الهجرة النبوية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاب أوضح بالنسبة لمزرعة المستظل، هي اللي هذه المزرعة اللي يذكر عنها المستظل تكون هي هذه المزرعة. إذا جيت من طريق الهجرة وهنا مسجد قباء تكون في هذا المكان اللي هي المزرعة. ونزف لكم خبر إن شاء الله أنه عما قريب ستكون هذه المنطقة منطقة استجذاب للسياح، وتشاهدوها إن شاء الله بمكان يعني إن شاء الله يكون بشكل جميل ومرموق. فأسأل الله أن يبارك للجميع. السلام عليكم.